بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نواصل وقوفنا مع هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي نقلت لهذه الأمة عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبيت والمسجد والبلد الحرام. ووقفنا مع عدد من تلك النصوص بنت لنا تصوراً راشداً صحيحاً عن هذا البيت العتيق، وعن شيء من خصائصه، وما جعله الله عز وجل له من المكانة، وما ينبغي للمسلم أن يتعامل معها. ولا شك أن أول ما يتعلق بالموقف منها هو التصديق واليقين والإيمان بأن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وما تكلم به حق، وما تضمنته أحاديثه صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل فهو حق، فالإنسان يؤمن بذلك كله لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. فقال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا أمر الله جل جلاله للناس، أن يعاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل، الإيمان والتصديق واليقين والاستسلام، ثم بعد ذلك العمل بما جاء في تلك النصوص والانقياد لها. ومن هنا كانت الإشارة إليه في درس الأمس، أن التعامل مع هذا البيت اتباع لا ابتداع، وتأسي لا إحداث، فيكون الإنسان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه منفعتنا ومصلحتنا إلا وقد بينه لنا، والله عز وجل أخبر بأنه قد أتم هذا الدين وأكمل علينا هذه النعمة، وأنه سبحانه وتعالى رضي لعباده المؤمنين الإسلام دينا إلى يوم القيامة. فهذا الدين تم بهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقف مع الحديث الرابع عشر. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. إن إبراهيم أي الخليل عليه السلام، وحرم مكة هنا كما قلنا أي بمعنى أعلن ذلك في الناس وجعله تعبداً يتعبدون الله عز وجل به، وإلا فتحريم مكة كما تبين قديم قدم السماوات والأرض، فإن تحريم مكة كان يوم خلق السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا التحريم من الله جل جلاله. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فإذا التحريم كان من الله جل جلاله، هذه الأولى. الثانية أنه كان يوم خلق السماوات والأرض، هذه الثانية. الثالثة أن إبراهيم عليه السلام أعلن هذه الحرمة للناس، أعلنها للناس وأمر أمته أن يتعاملوا مع هذا المكان بالتحريم، يتعاملوا مع هذا المكان بالتحريم، وأن تحريم مكة المقصود به، المقصود بتحريم مكة هو التعامل مع أرض الحرم بالإجلال والتعظيم وصيانتها عن كل ما يخدش حرمتها، عن كل ما يخدش حرمتها أن تصان هذه البلدة المباركة. فإذا هو إجلال وتعظيم للمكان، وهو صيانة له عن كل شيء لا يليق به من المحرمات والذنوب والمعاصي، فهذا كله داخل في معنى التحريم، في معنى التحريم. فإذا هو إجلال وامتناع، إجلال وامتناع. الأول وهو الأهم أن يتعامل مع هذا المكان بالإجلال والتعظيم والتقدير. الثانية أن يصان عن كل شيء يخدش هذه الحرمة وهذا الجلال وهذا التقديس، سواء كان أمراً معنوياً أو سواء كان أمراً حسياً، فيصان هذا الحرم من ذلك. وقوله دعا لأهلها، فإن دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام عظيمة لأهل هذا البلد، وذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن تلك الدعوات أنه دعا لأهلها، أولاً أنه دعا لهذا البلد أن يكون آمناً، وهذا في قول الله جل جلاله على لسان إبراهيم ربي واجعل هذا البلد آمناً، فهذه دعوة إبراهيم، فاستجاب الله دعاءه فقال عز وجل وهذا البلد الأمين. ودعا خليل الله لأهل هذا البلد وهم في هذا المكان القفر بأن يميل قلوب الناس إليها وفي قدومهم من الخير الكثير لساكن هذا البلد ولعمران هذا البلد، فقال كما ذكر الله عز وجل واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله دعاءه فقال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالخليل دعا بأن يفد الناس إلى البيت، والله علق قلوب الناس بالبيت استجابة لدعاء إبراهيم. وأيضا دعا لهم بالرزق فقال في دعوته عليه السلام كما ذكر الله في القرآن وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاستجاب الله عز وجل دعوة الخليل إبراهيم فقال في كتابه الكريم عن هذا البلد يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإذا كل الدعوات الإبراهيمية التي دعا بها لهذا البلد استجابها الله عز وجل وجعلها قدراً، أي جعلها أمراً قدرياً كونياً باقياً استجابة لأمر الخليل، لدعاء الخليل الذي جعله الله عز وجل إماماً للناس. فلذلك أثر الخليل في هذا المكان وفي هذا البيت وفي هذا البلد عظيم،
ومن دعواته أيضا عليه السلام الخاصة بأهل هذا البلد أنه في إحدى زياراته لتركته التي تركها هنا ابنه إسماعيل عليه السلام، في إحدى زياراته أتى إلى بيت إسماعيل ولم يكن موجودا، فسأل زوجته عن طعامهم فقالت اللحم والماء، فقالت اللحم والماء، فدعا الله عز وجل أن يبارك لهم في اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إثر دعوة الخليل هذه، يقول: ما اختلى بهما، أي باللحم والماء فقط، ما اختلى بهما أحد في غيرها إلا لم يوافقا. بمعنى أن لو أن إنسانا في مكة شرفها الله قصر طعامه كل أيامه على اللحم والماء فإنه لا يضره لبركة دعوة الخليل إبراهيم بذلك، بينما لو فعل ذلك في غيرها ما استطاع أن يألفه وأن ذلك يضره. فإذا هذه من بركة دعوة الخليل إبراهيم، ومن خصائص أيضا هذا البيت الحرام. فإذا هنا قوله إن إبراهيم حرم مكة، إذا أدركنا أنه إعلان ذلك ودعا لأهلها بتلك الدعوات العظيمة التي ذكرت في القرآن العظيم، وأن الله عز وجل استجاب دعوة الخليل إبراهيم وجعل الإجابة عليها أمرا قدريا كونيا مرتبطا بمكة شرفها الله إلى يوم القيامة، فلن ينقطع الوفادة عنها ولن تنقطع الأرزاق عنها، وكذلك البركة التي جعلها الله عز وجل لأهلها في الطعام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كتحريم إبراهيم لمكة، فجعلها أيضا بلدا حراما. فإذا المدينة حرم، المدينة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك في أمته. وأيضا قال: إني دعوت في صاعها ومدها، أي بالبركة في صاعها ومدها، لأن طبعا هذه أدوات كيل، الصاع والمد، وهي تستخدم في الأماكن التي فيها زراعة، فلذلك كان يقال الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة. فكان أهل مكة، لأن المكان ليس مكان زراعة، فلذلك كان آلة البيع والشراء وتناقل الأشياء كان هو الميزان والوزن، فلذلك كان المشهور في أمر الكي في أمر الوزن لأهل مكة، وكان أهل المدينة استخدامهم الغالب للكيل وهو الصاع والمد، حيث أن المدينة بلد زراعة، والتمر يعني من أشهر مزروعاتها، ويباع هو كان بالكيل. فقال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أي بضعفي البركة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. وهذا نأخذ منه بركة الأنبياء، بركة الأنبياء، وأيضا نأخذ منه كيف أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يهمهم أمر الناس في عيشهم وحياتهم. لذلك الخليل إبراهيم دعا لأهل مكة بالأمن في البلد، ودعا لهم بالرزق، وهي من أعظم الأمور التي بها يكون العيش سليما في المكان، أطيب ما يكون المكان، وأحسن ما يكون، وأهيأ ما يكون للإقامة، حين تجتمع له هاتين الصفتين، صفة الأمن وصفة الرزق. فلذلك دعا بهما الخليل عليه السلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما للمدينة. فإذا نأخذ منها بركة الأنبياء على أممهم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الخليل صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا
الحديث أعطانا إثبات حرمة مكة، وأن هذا النص إنما هو تأكيد لما جاء في كتاب الله عز وجل وهو الأصل، وهذا في قوله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقول الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فإذا هذا إخبار الله بأن هذا بلد محرم، وهذا تأكيده من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نأخذ منه أن المدينة حرم، فالمدينة حرم إذن يحرم صيدها ويحرم قطع أشجارها كما حرمت مكة، كما حرمت مكة. أيضا اختصاص أهل مكة بدعوة إبراهيم أن يبارك الله عز وجل لهم في اللحم والماء، وأن هذه خصيصة لهذا البلد ولأهل هذا البلد، ولا يشاركهم في هذه الخصيصة أي أهل بلد آخر. أيضا رؤية الأرزاق بمكة، إنسان سبحان الله في هذا الوادي القفر الذي ليس فيه المزارع والثمار، ولكن إن نزل الإنسان إلى أسواقها وجد كل ما يتمناه، بل وكل ما يعرفه من المأكولات والفواكه يجده متوفرا، فيتذكر الإنسان دعوة الخليل إبراهيم. وأقول أيها الإخوة، ليس هذا الأمر فقط اليوم لوجود الطائرات ووجود البرادات، بل هذا الأمر عرف عن مكة منذ قديم الزمان. فالإمام الرازي وهو في القرن الخامس ينقل ذلك ويقول: من الأعاجيب في مكة أنك ترى في الوقت الواحد الثمار المتنوعة الصيفية والربيعية والخريفية والشتوية، يقول تراها في وقت واحد، وقال ليس ذلك في مكان سواها. فإذا كان هذا منذ القدم، وما كانت أداة نقل الناس إلا الدواب، وتوفر ذلك الأمر في مكة شرفها الله، واضح؟ فإذا هذه آية، فإذا ما رأى الإنسان ذلك، وخصوصا سكان الحرم وكذلك من جاء ووفد إلى الحرم، فيجد تلك الأمور فيتذكر خليل الله إبراهيم الإمام ودعوته لأهل مكة بالأرزاق، وكيف أن الله عز وجل استجاب. وأيضا نأخذ منه حقيقة أن الإنسان حاجته يطرحها بين يدي ربه ويصدق في دعوته، فها هو الخليل إبراهيم دعا بصدق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، وهو رسول الله الصالح الراشد كما ذكره الله بتلك الأوصاف التي جاءت في القرآن وهي بالعشرات، دعا ربه جل جلاله فاستجاب الله، وها هي آلاف السنين من بعد دعوته تلك، والله عز وجل الذي استجاب لدعوته يبقي تلك الإجابة أيضا ليكون لنا درس في أن الإنسان يصدق في دعائه، وأن الله عز وجل المجيب يستجيب، وخصوصا إذا جاء الإنسان إلى هذا المكان وإلى هذا البلد حيث كانت هذه الدعوة وظهرت هذه الإجابة ويراها الإنسان، فيكون مدعاة أيضا إلى أن يدعو الله عز وجل بصدق، وأن يطرح حاجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويؤمل في الإجابة من الله، ولا يلتفت إلى سوى الله جل جلاله في الدعاء، فهو أولا لا يجوز ولا يليق بهذا المكان أن يأتي الإنسان بيت ربه الأول والقبلة التي هي وجهة الدعاء، ثم يطلب سوى الله جل جلاله. فإذا هذه أيضا آية من الآيات التي هي في هذا البلد، والتي أيضا ترشد وتدل على الله من يعني وتذكر بأسماء من أسمائه سبحانه: المجيب والسميع جل جلاله والمنعم والشكور. فهذه الأسماء كلها يستحضرها الإنسان عندما يتفكر في هذه الآية العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي بن الصحابي العابد من عباد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناقل لعلمه، فوردنا عنه الكثير من الأحاديث رضي الله عنه، يروي لنا حديثا في شأن هذا البيت، حديث لطيف جميل يتذوق الإنسان كلماته، فيقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. استمتعوا، تلك الكلمة العظيمة واللطيفة، وهو بمعنى أن عاطفة الإنسان، والإنسان كما قلنا خلق بتلك الشخصية المزدوجة من الطين والروح، فلذلك هو ليس عقل مجرد فقط، وليس كذلك هو عاطفة فقط، وإنما يجمع بينهما. والإنسان يحتاج بطبيعته إلى ما يشبع عاطفته ويشبع نهمته، فلذلك جعل هذا البيت محلاً لهذا الإشباع وملء هذه العاطفة وإشباع تلك الأشواق. فالإنسان في نفسه شوق، وكلما كان، كما أيضاً ذكرنا في الدرس الماضي، فإن الإنسان كلما كان بالله أعرف فله أشوق وله أخوف، فلذلك إذا اشتد شوق الإنسان لربه عز وجل فإنه يجد في الوسيلة التي تقربه من ذلك الشوق حباً، لأنها طريق يوصله إلى محبوبه الأعظم. وهذا المكان هو كما أيضاً مر معنا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله. فلذلك إذا كان الإنسان صادقاً في حبه لربه فإنه يجد الحب الصادق لما يحبه ربه، وكلما عظمت المحبة عظم الحب لما يحبه الله جل جلاله. فلذلك هذا المؤمن الذي يجد صدقاً في قلبه حباً لملاقاة الله ورغبة في أن يكون على طاعته وإرضائه وأن يكون بعيداً عن سخطه وغضبه جل جلاله، فإنه يجد في هذا المكان مل لهذا الشوق ولهذا الحب. ولذلك الإنسان إذا ثار في نفسه هذا الشوق والحب نحو ربه جل جلاله لا يجد شيئاً يملأ ذلك الفراغ إلا أن يقصد هذا البيت وأن يأتي هذا المكان وأن ينظر إلى هذا البيت وأن يتفكر فيما ارتبط بهذا البيت من الآيات البينات وآيات القرآن التي تنزلت وكلمات الله التي وصفت هذا البيت واختصته بخصائص، فيتأمل في ذلك ثم يجد راحة، ثم أيضاً يزداد ذلك الأمر عندما يتذكر أن أصدق عباد الله على الإطلاق ارتبطوا بهذا البيت ووجدوا حبهم وراحتهم وطمأنينتهم عندما كانوا عند هذا البيت، وكيف نافحوا ودافعوا ليبقى هذا البيت على ما أراد الله عز وجل من الصفاء والنقاء، بيت عبادة وطهر وتعظيم وإجلال، كيف كانت تضحية النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر، ماذا وجد حتى تطهر ساحة البيت بعد أن دنستها قريش، البيت الذي جعله الله معلماً للهدى جعلوا حوله معالم للضلال الأصنام والأزلام، فلذلك تحمل في هذا الباب كل معاناة، فضرب عند البيت وسال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، ووضع فرث الناقة وسلاها على ظهره وهو عند البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل هذا الأمر من أجل أن يطهر هذا البيت، ثم اضطر إلى الخروج
ولذلك يوم خروجه وقف ونظر إلى الكعبة عند الحزورة، وكما قلنا الحزورة من جهة جياد وهي الآن في داخل المسجد الحرام، وقف ونظر إلى البيت وقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ولا سكنت غيرك. والمعنى كأنه يعتذر لها، وبمعنى يخاطبها، وكأنه يقول: لا تظني أن المفارقة مفارقة زهد، وإنما خروج اضطرار، وما زال الشوق به يتجدد ويحن إلى هذا البيت حتى تمكن من فتحه في العام الثامن من بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وما منعه أن يبقى فيه بعد أن فتحه إلا أن الله كتب له أجراً عظيماً، هو وأصحابه الذين خرجوا معه من مكة، وهو شرف الهجرة. فكان رجوعهم إلى مكة إسقاط لتلك المنزلة، فلذلك أيضاً صبر على البعد وبقي بعيداً عنها، أيضاً طاعة لربه ورغبة في أن ينال وأصحابه وأن تبقى لهم تلك الرتبة العظيمة وهي الهجرة، وهي الهجرة. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بل ويخاطب الأمة: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. كما ذكرت في الدروس الماضية أن بقاء البيت هو رمز لبقاء الدنيا وبقاء الحياة، والله عز وجل قدر زمناً معلوماً عنده تنتهي بنهايته الحياة، فالدنيا لها زمن معلوم ثم تنتهي بالقيامة والساعة، وهذا المدى لا يعلمه إلا الله، لكن الله جعل لنا رمزية نعرف بها بقاء الحياة. ما هي تلك الرمزية؟ هي الكعبة، فما دامت الكعبة باقية فالساعة لن تقوم، وأن الكعبة ستبقى ما بقي الحجاج والعمار، ما بقي المعظمون للبيت الحرام. فالحجاج والعمار هم صمام أمان البيت، والبيت صمام أمان الدنيا بأكملها. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت طوافاً حوله وصلاةً نحوه وزيارة له وحجا واعتمار إليه، فهذا كله من الاستمتاع، هذا كله من الاستمتاع. ولذلك كان علي رضي الله عنه يخاطب أهل الحرم قائلا: يا أهل مكة أكثروا الطواف من البيت، أكثروا الطواف بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أيضا يوجه هذه الأمة فيقول: استمتعوا بهذا البيت، وهو أيضا حقيقة فيه تنبيه، تنبيه لمن جاء إلى هذا البلد ألا ينشغل بغير البيت، وألا ينشغل بالعبادة والطاعة، فإن هذا بلد طاعة وبلد عبادة وبلد بركة وبلد عطاء وخير عظيم من الله جل جلاله. سبحان الله، يأتي الحجاج فالله عز وجل يجعل لهم أفضل الزمن، الزمن الذي يكونون هم فيه بمكة، وهي هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فإذا أنت في عمل هو ركن من أركان الإسلام وكفى به منزلة عظيمة، ثم أنت في بلد هي أعظم بلاد الدنيا والخير فيها على طريقة لا يشبهها العطاء من الله في أي بلد آخر، والثالثة أنك في زمن هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، فانظر ماذا جعل الله عز وجل لك. فهنا لمن جمع الله له هذا الخير يستحق
أن يتعامل مع هذه الكلمة النبوية يستمتع الإنسان فعلا بهذا البيت عندما يجد صفاء نفسه وصدق علاقته بربه جل جلاله ومناجاته لله بكثرة تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يستمتع بهذا البيت ثم يذكر أمراً يحرك النفس بمعنى أنها وكأن هذا الأمر قد يفوت وأنه قد يذهب من بين يديها بعد أن تحصلت عليه، فيقول فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. هدم مرتين، هذا الهدم لهذا البيت بالتأمل أن المقصود بهذا الهدم هو هدم في الزمن القديم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما حصل زمن قريش داخل في ذلك، لأن ما حصل إنما هو لأجل إصلاح البيت لا لأجل هدمه، لأن قوله يرفع في الثالثة، والهدم الثالث ما هو؟ هو هدم ذو السويقتين، لأنه هدم منتهك للحرمة وليس معظم معمر للبيت، هدم منتهك للحرمة ليس هدم معظم للبيت، فلذلك جمع بين المرتين والثالثة فإنهما على سياق واحد ومسار واحد. فقوله قد هدم مرتين أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهدم هدم انتهاك وهدم إسقاط له من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فلذلك كان هو إعمار وإصلاح لما يطرأ على بنيان البيت. قال ويرفع في الثالثة، والمعنى أنه يكون ذلك على يدي ذو السويقتين من الحبشة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا، لأنه قد يقول قائل أين أهل الإسلام وكيف يتركونه يهدم بيت ربهم وقبلتهم؟ والجواب أن ذلك يكون في وقت لا أحد فيه يقول الله الله، فالترتيب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمته، أنه كما قلنا الدنيا ستنتهي بالقيامة، والقيامة لها أمد محدود، وأن الرمز في بقاء الدنيا بقاء البيت، والرمز في النهاية سقوط البيت، وأهل الإسلام غيرتهم عظيمة على البيت، والله كرر في كتابه أن العاقبة للمتقين، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالإسلام ينتهي على حال انتصار لا على حال هزيمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصيب هذه الأمة من الفتن والبلاء، فيكون في آخر زمانها بنزول عيسى عليه السلام عودة عظيمة وخلافة على منهاج النبوة، وينتشر الإسلام فلا يترك بيت مدر ولا وبر إلا يدخله، فيعز أهل الإيمان ويعز الله عز وجل الإسلام، ومع أهل الإسلام عيسى عليه السلام وحكمه بحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقوم به من قتل المسيح الدجال، وكذلك في تلك البرهة يخرج يأجوج ومأجوج، وبعد أن تنتهي تلك الأحداث ويضع الله البركة للناس على صورة عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس وهم في تلك الحال يبعث الله لهم عليهم ريحا باردة تقبض أرواح المؤمنين، فيموتون وهم على تلك الحال من العزة والكرامة، فلا يبقى من بعدهم إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. ففي تلك المرحلة يكون عمل ذو السويقتين حيث لا مؤمن على ظهر الأرض، فتهدم الكعبة وتقذف أحجارها وترمى في البحر، فإذا هذه هي النهاية.
فقوله ويرفع في الثالثة، والرفع هنا إشارة لطيفة، وهنا يجعلنا نقف مع مسألة عظيمة. قلنا في الدرس الأول أن البيت هدى، وأن معالم الهدى جعلها الله في أصول ثلاثة: كتابه جل جلاله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيت الله. ولما كانت هذه معالم الهدى فإنه يؤتى بها يوم القيامة لتشهد على الناس. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وكما قال: تأتي سورة البقرة وآل عمران كالغيايتان تحاجان عن صاحبهما. فإذا القرآن يأتي شافع وشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله في القرآن؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهذا الحجر يوم القيامة، وله عينان ولسان ينطق بحق يشهد على من استلمه بحق. إذن يؤتى بهذه الثلاثة للشهادة. وابن عمر كان في حجر الكعبة جالسا ومعه أصحابه، فنظر إلى البيت ونظر إليهم ثم قال: ستسألون عنها وتسأل عنكم. إذن البيت يؤتى به شاهد، كما يؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكون شاهد، وكما يؤتى بالقرآن ليكون شاهد. فمعالم الهدى يؤتى بها لتحقق الشهادة على الناس، وموقف الناس منها فإذا البيت يرفع في الثالثة على هذه الكيفية فلا يشكل، لأن هذا سؤال تكرر من عدد من الإخوة في الدروس الماضية، وهو: هل بحق أن البيت سيهدم ويهدمه رجل من الحبشة؟ وأين أهل الإسلام منه؟ وكيف يدعوه يهدم بيت الله جل جلاله؟ فالجواب هو بهذه السورة التي ذكرتها. نعم. الحديث السادس عشر: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. طيب، طبعا الأحاديث الماضية التي مرت معنا 15 حديثا أصلت عندنا تصورا صحيحا عن البيت وعن مكانته ومنزلته وفضله وأثره. هنا ستبدأ جل الأحاديث تتعلق بالمطلوب عمليا منا. فالأول ينبني عليه التصور والاعتقاد، وسلامة الإدراك وصحة الاعتقاد بنيت بتلك الأحاديث. فالآن هذه أحاديث تبين لنا الأدب العملي الذي يتعامل به الإنسان مع هذا البيت. التعامل مع البيت على حال القرب وعلى حال البعد، هذه واحدة. الثانية: التعامل مع البيت بفعل وترك. فإذا عندي تعامل مع البيت في حال القرب منه، وتعامل مع البيت في حال البعد عنه، وكذلك تعامل مع البيت بفعل أشياء، وتعامل مع البيت بترك أشياء. والهدف من ذلك كله قوامه وأسه تعظيم البيت وتحريمه. الأدب الضابط لذلك هو التعامل المنضبط بالتعظيم والتحريم والإجلال لهذا البيت العتيق. فهذا النص الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، والغائط في اللغة المكان المنخفض، وكان الذي وهذا معلوم الذي يذهب لقضاء حاجته، إما أن يجد مكانا يستر به أو يكون في مكان منخفض حتى إذا قضى حاجته لا يرى. ف
فالغائط ثم أطلق بعد ذلك على مكان قضاء الحاجة. فيقول: إذا أتى أحدكم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، أي إذا جلس لقضاء حاجته لا المشروع له أن لا يجلس باتجاه القبلة وأن لا يستدبر القبلة حتى يصون هذه القبلة عما هو مستقدر، تكريماً وتشريفاً وتعظيماً لهذه الوجهة فإذا يفعل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، هذا قوله لأهل المدينة، لأن من كان بالمدينة لو جلس باتجاه الشمال مستقبلاً الشمال لاستدبر القبلة، ولو جلس متجهاً إلى الجنوب لاستقبل القبلة، ولكن لو جلس مشرقاً أو مغرباً لكانت القبلة عن يمينه أو يساره. فلذلك قوله شرقوا أو غربوا خطاب لمن هم من أهل المدينة أو من هم بموازاة المدينة، وموقعهم من يعني موقع المدينة من مكة أن يكون بلدهم كذلك، فيشرقوا أو يغربوا. والعبرة أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فإذا لا يجوز للإنسان عند قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. هذا الحكم في الصحراء الجواب نعم، في البنيان الجواب نعم على قول كثير من أهل العلم، فإن العلماء اختلفوا في بالنسبة لهذا الحكم، هل هذا الحكم فقط في الصحراء أو هو كذلك في البنيان. أما بالنسبة في الصحراء فالعامة وفي الخلاء الفضاء فالعامة على أن هذا لا يجوز، وأما في البنيان فالصحيح والذي عليه أهل التحقيق أنه كذلك في البنيان، لحديث أبي أيوب راوي الحديث، فهو يذكر موقفا له عندما فتحوا الشام ودخلوا بيت الخلاء وجدوا أنها قد بنيت باتجاه القبلة، فقال: كنا نجلس عليها، أي على تلك المراحيض، قال: نجلس عليها وننحرف عن القبلة ونستغفر الله، بمعنى أنهم كانوا مع أنها قد بنيت من قبل ومع ذلك كانوا ينحرفون أثناء الجلوس عليها. فإذا وهو راوي هذا الحديث رضي الله عنه، فلذلك الصحيح ألا تستقبل القبلة لا في البنيان ولا في الفضاء والصحراء. والمراد كما قلت إنما الهدف حفظ هذه الوجهة عن كل ما يستقدر، وذلك ليبقى الوجهة إلى هذا البيت في نفس المؤمن محل التعظيم والإجلال ومحل الاحترام ومحل التقديس، فلذلك تصان. وهذا الحكم لمن كان قريبا من البيت ولمن كان بعيدا عن البيت، أي لمن كان يسكن أرض الحرم ولمن يسكن فيه أي مكان، فإن عليه أن يتأدب بهذا الأدب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. هذا الحديث فيه إضافة على الحديث السابق، والجمع بينهما لأن في كل منهما معنى ليس موجود في الآخر، فالأول دل دلالة صريحة على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها، والثاني أضاف أمرا آخر، وهو أن من لم يفعل ذلك مريدا هذا الفعل تنزيها لهذا البيت فإنه سيكافأ بأن يكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. واضح؟ فالأول دل على قضية عدم جواز الاستقبال أو الاستدبار، الثاني دل على أن من فعل ذلك مريدا لهذا الأمر وهو أنه يتحاشى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء حاجته فإنه موعود كلما فعل ذلك أن تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، حيث أنه
تعامل مع هذه القبلة بالتعظيم والإجلال والتقديس. نعم. ولذلك يعني من الأشياء التي نقلت كان يقول عمر بن عبد العزيز، يقول: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا وكذا، أي بمعنى من زمن طويل، كأنه يقول ما أعرف من متى من طول المدة، وأنه لم يقع ذلك يقول مني ولا مرة واحدة، من حرصه على أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة. التفل مستقذر لدى النفوس، فلذلك يصان هذا البيت عن كل شيء مستقذر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تفل تجاه القبلة، أي تفل باتجاه القبلة وهو يعلم أن هذه وجهة القبلة، فإنه سيعاقب عقوبة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، فإن فعله ذلك فيه منقصة لهذه الوجهة، فلذلك يعاقب بمنقصة بهذه العقوبة التي حقيقة عندما يسمعها الإنسان سيجد في نفسه الدافع والحرص على أن لا يفعل ذلك أبدا. قال: يأتي يوم القيامة وتفله بين عينيه في جبينه، وينظر إليه الناس، وتلك صورة مستقدرة لا يحب الإنسان أن تكون فيه أبدا. فلما فعل ذلك في الدنيا سيفعل به ذلك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد ورأى نخامة في قبلة المسجد في الجدار المقابل، فحكها صلوات الله وسلامه عليه، وشدد على أصحابه في أن لا يفعلوا ذلك باتجاه القبلة. واضح؟ فلذلك هذا النص يعطينا عظم مكانة القبلة عند الله عز وجل، وأنها مكان لا بد أن يكرم، ولذلك سيد المجالس ما كان باتجاه القبلة، ويستحب الإنسان إذا جلس أن يقصد اتجاه القبلة، وإذا قرأ القرآن يتجه باتجاه القبلة يسن له، وإذا دعا يسن له أن يتجه إلى القبلة، وإذا أراد أن ينام ينام على شقه الأيمن باتجاه القبلة، ويوم موته سيوجه للقبلة. فلذلك شأن المؤمن دائما أنه يحترم هذه الوجهة ويتعامل معها بالاحترام، فإذا هو صانها عن الشيء المستقذر عند قضاء الحاجة، وصانها عن المستقذر عند البصاق والتفل، فتحاشى أن يكون ذلك باتجاه القبلة. طبعا إن فعل ذلك الإنسان يعني جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، لكن أن يعلم أن هذه وجهة القبلة ويفعل ذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا، وأن يتذكر أنه سيعاقب إن فعل ذلك عالما متعمدا، فإنه سيعاقب بهذه العقوبة الشنيعة، سيأتي تفله يوم القيامة بين عينيه. فإذا فيه عظم مكانة القبلة، وفيه النهي والتحذير عن امتهان قبلة المسلمين، ألا تهان هذه القبلة، وأيضا أن هناك عقوبة خاصة لكل من تعمد التفل تجاه القبلة وهذه العقوبة، وأن أيضا
نأخذ منه أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عظيمة في المجازاة نجدها في القرآن، وهذا أحد الأدلة الدال عليها أن الجزاء من جنس العمل. طبعاً إن كان هذا شأن القبلة فالكعبة من باب أولى، صيانة الكعبة عن كل ما يخدش حرمتها فيكون من باب أولى. إذا كان هذا الجهة مجرد الجهة، ولو كنت تبعد عنها آلاف الكيلومترات فأنت تصونها، فإن كنت عندها فلا شك أن الصيانة لها تكون أعظم، الصيانة تكون أعظم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عشر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم كبر وهلل ودعا، فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. طبعا هنا أيضا هذه صورة عملية للتعامل مع البيت، وهذا تعامل مع البيت لمن دخله، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح البيت بعد كما قلت طهر ما بداخله مما وضعته قريش من صورة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فأمر بإخراج ذلك وغسل أي أثر لتلك الصور من داخل البيت. فبعد أن طهر البيت دخل، ودخل معه أسامة، وأغلق الباب صلوات ربي وسلامه عليه، ومعه سادن البيت. فأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ننظر يعني وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن خدمه، ووفاؤه صلوات الله وسلامه عليه لمولاه، وإن كان هناك من أصحابه يعني كبار القدر كأبي بكر وعمر، ولكنهم ما دخلوا معه وما أدخلهم، ودخل هو وأسامة رضي الله عن أسامة وصلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: دخلت مع رسول الله البيت فجلس أي على الأرض فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل. أين موضع جلوسه؟ عندما دخل من الباب اتجه إلى الجدار المقابل للباب، لذلك جهة الباب هو وجه الكعبة، هو ولذلك هذا وجه الكعبة، والجهة المقابلة له هو دبر الكعبة، ولذلك العرب حتى كانت الأشياء تسميها على أمر البيت. فلذلك الرياح إذا جاءت من الشرق باتجاه الغرب فيسموها الصبا، وإذا جاءت من الغرب باتجاه الشرق يسموها الدبور، لأن هذا دبر الكعبة، فالدبور نسبة إلى دبر الكعبة، والصبا بالنسبة لي وجهة وباب الكعبة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، عندما دخل من الباب مشى مباشرة إلى جهة الجدار المقابل وجلس هناك، وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم قام ووضع صدره على البيت من داخله، ووضع خده، ألصق خده، وكبر وهلل ودعا ربه عز وجل، ثم فعل ذلك بالأركان الباقية كلها كما فعل بذلك الركن. طبعا هذا الفعل لمن كان من داخلها، أما من خارجها فإن المسنون لنا هو تقبيل، طبعا الحجر الأسود كما سيأتينا، وأن هناك سنن متعددة مع الحجر الأسود، فإنه يجوز التقبيل ويجوز الاستلام وتجوز الإشارة إليه ويجوز السجود عليه مع التقبيل، فهذه كلها سنن ثابتة سيأتينا نصوص تخبر عن ذلك.
وأما الركن اليماني فيكون المسح عليه بدون تقبيل، المسح عليه بدون تقبيل. وأيضا سيأتينا ويعني تتبين السنة بإذن الله فيما يتعلق بتلك الأماكن. أما بقية الركنين الشامي والعراقي فلا يسن المسح عليهما، والسبب في ذلك أنهما ليسا على قواعد إبراهيم، لأن الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود على قواعد إبراهيم. أما الركن الشامي والعراقي لأن قريش عندما بنت الكعبة قصرت بها النفقة الحلال، فقصروا من جدار الكعبة الشمالي بضعة أمتار وهي 7 أذرع، يعني تقريبا 3.5 أمتار، هذا مقدار المساحة الآن من الجدار إلى نهاية الكعبة، فقصرت بها النفقة، فقصرت بالبناء هذه المسافة ما بين 6 إلى 7 أذرع وبنت الكعبة، ثم حجرت على الجزء الباقي، حجرت على الجزء الباقي. والآن بناء الكعبة الآن هو على بناء قريش الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الحجم فهو على ذلك الحجم، فلذلك لا يقبل ولا يمسح على الركن الشامي والعراقي لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فإن قواعد إبراهيم متقدمة عنهما 7 أذرع. وأما الركن الذي عليه الحجر الأسود والذي عليه الركن اليماني فهما على قواعد إبراهيم، لذلك سنة المسح عليهما. أما الجدار فإن المسنون إنما هو الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فهذا مكان إجابة الدعاء، وعنده يسن أن الإنسان يلصق صدره ويضع خده ويديه في ذلك المكان. أما بقية الجدار فإنه لا يسن ذلك الفعل، لا يسن ذلك الفعل بخلاف الفعل من داخلها كما رأينا في هذا الحديث. فإذا هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن فعل ذلك بالأركان قال أسامة خرج من الكعبة والناس عند الباب ينتظرون، ولذلك الناس ابتدروا أسامة يسألوه ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة حريصين على التأسي، ولذلك حتى ابن عمر يقول ابتدرت أسامة سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فإذا كانوا يعلمون أن الهدي هو اتباع وليس ابتداع، فخرج عليه الصلاة والسلام فأقبل على القبلة، أي نظر إلى الكعبة وهو على الباب ويقول للناس هذه القبلة، هذه القبلة، إذن هذه هي قبلة المسلمين بنص كتاب الله جل جلاله وكذلك بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم جواز دخول الكعبة، ومن دخل الحجرة فقد دخل الكعبة، وكانت أم المؤمنين عائشة حريصة على أن تدخل الكعبة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها إلى الحجر وأخبرها بأن الحجر جزء من الكعبة فصلت فيه رضوان الله عليها. التزام جوانب الكعبة من الداخل مسنون، الصلاة في داخل الكعبة من جميع الاتجاهات الأربعة جائز ومسنون. وجوب استقبال الكعبة، هنا مسألة مهمة وهي استقبال القبلة لمن كان داخل المسجد الحرام شرط عليه أن يتيقن وجهة الكعبة، فإن من صلى وتبين أنه على غير وجهة الكعبة انحرف عنها يلزمه الإعادة، ومن كان بعيدا عن الكعبة فيلزمه الوجهة الجهة. فلذلك كلما اقترب من الكعبة ضاق نطاق القبلة واشتد أمر التحري والحرص، واضح؟ فلذلك وجوب استقبال عين الكعبة لمن كان بداخل المسجد الحرام، وأما من كان في غير المسجد الحرام فإنه يقصد جهتها لا عينها، لأن ذلك يصعب عليه، واضح؟ وهذا يعني فيه أولا بالنسبة للقريب أن يحرص وأن يعني
يتيقن هذا الأمر، وأما البعيد فإن هناك أمر التيسير فهو يتجه إلى جهتها لا إلى عينها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 20 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه قومه في هذا الحديث بنو عبد مناف، حيث كان جعل لهم، لأن في بني عبد مناف كان منهم طبعا بنو عبد الدار وهم سدنة البيت، فيوجههم بهذا التوجيه عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، لأن هذا البيت له حكم فريد نجده في القرآن، لذلك حكم السواء، الحكم السواء ما جاء إلا مرتبطا بهذا البيت، في قول الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد. وليس التسوية دائما تعني العدل، فالله فرق في الميراث بين الذكر والأنثى وهو عدل، فالسواء هذا الحكم في القرآن لم يأتي إلا مرتبطا بهذا البيت، فقال الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد، والعاكف هو المقيم والباد هو الوافد، فجعل الله عز وجل حق العبادة في هذا المكان للجميع على السواء، الساكن والوافد لهما حق العبادة في هذا المكان. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن هذا البيت بيت عبادة وبيت طاعة، وإرادة الله عز وجل ألا تتوقف العبادة عند البيت أي ساعة، وخصوصا أن عند البيت عبادة فريدة لا تؤدى إلا عند البيت وهي الطواف، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم قومه أن يتعاملوا مع البيت بهذا الحكم، وهو أنه لا يمنعون أحدا يطوف بهذا البيت أو يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهنا طبعا أيضا أخذ العلماء أن الطواف بالبيت جائز في جميع الأوقات، جائز في جميع الأوقات، وأيضا أخذ منه العلماء أن ركعتي الطواف يجوز فعلها حتى في أوقات النهي، لأن هناك أوقات نهي، فجعلت هذه الصلاة من ذوات السبب التي تجوز حتى في وقت النهي، فمن طاف بالبيت ولو وانتهى ولو كان وقت نهي جاز له أن يصلي ركعتي الطواف. وأيضا نأخذ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة هذا المسجد بالطاعة والعبادة، وألا تنقطع الطاعة والعبادة فيه أي لحظة من اللحظات، لا في الليل ولا في النهار، وأنه وجه من يقوم على هذا الأمر أن يعينوا كل من رغب في ذلك عونا له على أن يصلي في بيت ربه وأن يطوف ببيت ربه جل جلاله. فإذا هذه من الأمور المتعلقة بهذا البيت، وأيضا من الخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا البيت حتى يكون عامرا بالعباد، ويكون دائما مظهره الطاعة والعبادة من عباد الله وأولياء الله عمار البيت الحرام. نعم. أحسن الله إليكم.
الحديث 21 عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتبت له بها حسنة. طيب، حديث ابن عمر أيضا هو تعزيز وتأكيد لقضية الاستنان واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصبر على تحصيل الأجر، وأن الإنسان يصبر إذا كان في طريق تحصيل الأجر شيء من بذل الجهد فيبذله ويتحمل لينال ذلك الأجر، وأيضا هي نموذج عملي لهدي النبوي في التعامل مع البيت فعله ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أن فيه بيان للأجور المضاعفة التي جعلت عند هذا البيت، لذلك كثيرا ما يكون السؤال وهو ما هو أجر الطواف إذا طاف الإنسان بهذا البيت، ما هو أجر الطواف؟ ففي هذا الحديث إجابة على ذلك، فيقول عبيد بن عمير عن أبيه، عبيد بن عمير عن أبيه، طبعا عبيد ابن عمير الذي هو عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي أبو هاشم المكي من أهل البلد الحرام ومن تلاميذ ابن عمر الذي هو عمير، فيقول كان ابن عمر يزاحم على الركنين، أي أنه يحرص على استلام الركنين ويزاحم على ذلك. طبعا هذه المزاحمة هي مقيدة بنص آخر، وهو أن لا يكون في مزاحمته إضرار بالآخرين، لأن سلم كما جاء قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي، فإن جئت إلى الحجر ووجدت زحاما فلا تؤذي أحدا، فإذا يكون الزحام مقيد بهذا القيد، وهو أن لا يترتب عليه إضرار بالآخرين، إضرار بالآخرين، والإنسان مع نفسه إن أراد أن يتحمل في ذلك وأن يصبر فلا حرج عليه، لكن الشرط أن لا يترتب على فعله أذية لأحد وإضرار بالآخرين. فيقول قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية ابن عمر، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، أي كزحامك يا ابن عمر، كزحامك يا ابن عمر. فقال أجاب ابن عمر على السؤال، قال إن أفعل ذلك أي هذه المزاحمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة الخطايا، المسح على الحجر الأسود وعلى الركن اليماني كفارة للذنوب والخطايا، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فإذا هذا الأمر الذي جعله حريصا على أن يفعل ذلك وأنه يزاحم ولا يترك ذلك رغبة في تحصيل هذا الأمر وهو أنه تتحاط عنه خطايا، قال وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا، ما معنى أسبوع؟ ليس سبعة أيام وإنما سبعة أشواط، ولذلك العرف السائد هنا يقولون طف سبع يعني أسبوعا، السبوع بمعنى سبعة أشواط، و الشوط الواحد يسمى سبع، فالسبع والسبوع، فالسبوع أي سبعة،
فقوله هنا أسبوعاً أي سبعة أشواط وليس يعني سبعة أيام. فقال سمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه أي أكمله وأداه على الحقوق التي ينبغي أن يفعلها الطائف من الصدق والإخلاص والاستمرار في ذكر الله عز وجل وألا يعني ينشغل بغير طوافه فأحصاه. ما هو الأجر؟ قال كان كعتق رقبة أي أجر ذلك كمن أعتق رقبة. وجاء النص الصحيح في أجر عتق الرقبة أن من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله كل عضو من أعضائها عضو من أعضائه من النار، فيده بيده وقدمه بقدمه وسمعه بسمعه هكذا. يعني من أعتق رقبة مؤمنة فأجره أن الله يعتقه من النار بكل عضو منها عضو منه. فأجر من طاف سبعة أشواط كأجر من أعتق رقبة. وأيضا له أجر آخر، قال وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصى، قال وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتبت له بها حسنة. ولذلك الآن من يطوف يعني مثلا بالسطح أو في هذه الأدوار وكم هي الخطوات التي في كل شوط، فأنت موعود بهذا الأجر العظيم. كل ما رفعت قدم في طريقك في الطواف في سيرك تكتب لك حسنة، إن وضعت القدم حطت عنك خطيئة، فهذا أجر عظيم. فلذلك إن طالت المسافة فأنت معوض في ذلك بهذا الأجر والغنم العظيم الغنم العظيم. فقال إذا من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وقال لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها عنه خطيئة وكتبت له بها حسنة. فإذا فيه فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني ومسحهما. طبعا الاستلام غير التقبيل، التقبيل بالفم والاستلام باليد، والاستلام بمعنى أنه يضع يده على الحجر أو على الركن اليماني ويمسح، هذا هو الاستلام. أما التقبيل فيكون بالفم والحجر يقبل، وأما الركن اليماني فلا يقبل، وليس من السنة تقبيله، ليس من السنة تقبيل الركن اليماني. أيضا فيه بيان فضيلة الطواف حول البيت وأن لذلك أجر عظيم، فيحرص الإنسان على ذلك لحديث استمتعوا بهذا البيت وحديث الأجور وحديث أنه سيهدم، فينبغي الإنسان أن يكون حريصا. إذن كل تلك الأمور هي تجعل الإنسان يطوف ويعني يأخذ نصيبه من ذلك. ثم مشروعية الازدحام على الحجر الأسود لاستلام وتقبيله إذا لم يكن فيه كما قلنا القيد أذى للناس ومضرة بهم. أيضا ابن عمر كان إذا جاء مكة وسكن مكة فإذا اغتنم السكنى والجوار بهذه الأعمال. ولذلك هذا الذي نقوله ونكرره، فإن من جاء للحج والعمرة ليكن أيضا له أسوة بابن عمر عندما جاور البيت وسكن مكة كيف كان حاله، لم يفرط في هذه المغانم العظيمة وهي هذه الطاعات المكية التي جعلها الله عز وجل في هذا البلد، فيكون الإنسان يغتنم. وأن هذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم الاغتنام. وكان الصحابة يعني منهم من كان يكثر يعني من الطواف، كان ابن عمر إذا جاء مكة يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة بالنهار، هذا ابن عمر كان هذا فعله رضوان الله عليهم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا إذا جاءت مكة كانت تطوف ثلاثة أسابيع تقرن بينها ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين. فإذا هذا من فعل
الصحابة رضوان الله عليهم. نكتفي بذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.